أهلا بكم. إمعان إسرائيل في تدمير غزة وتسويتها بالأرض ليس أبدا دليل قوة، إنما هو دليل يأس وانكسار. واستهداف المدنيين الجوع في قطاع مدمر ليس إلا دليل انتكاسات متتالية بدأت منذ 7 أكتوبر ومستمرة حتى الآن. ومهما كان حجم وتأثير هذه الانتكاسات، فلن يؤدي إلى انصياع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لوقف جرائمه في غزة. فنتنياهو لا يفكر إلا في شيء واحد، هو بقاؤه رئيساً للوزراء. وكما تقول الجيروزاليم بوست، لا يوجد أي سبب يدعونا للاعتقاد أن بنيامين نتنياهو سيقول كفى. الشروخ تتصاعد داخل إسرائيل بشكل كبير، والشعور بالإحباط يتزايد يوماً بعد الآخر، والرجل الذي فقد السيطرة أصبح يشكل خطراً على إسرائيل ذاتها، هكذا تقول المعارضة الإسرائيلية. وأمام كل هذا بات واضحاً للعالم والجميع أن غزة التي يظن نتنياهو أنه يحاصرها قتلاً وتجويعاً هي في حقيقة الأمر من تحاصره. أهلا بكم في هذه الحلقة من مصر. كالمعتاد نبدأ باستعراض سريع لأهم الأخبار المصرية والإقليمية، والبداية من بكين، حيث الرئيس المصري يلتقي نظيره الصيني بالتزامن مع الذكرى 10 لترفيع العلاقات بين القاهرة وبكين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. الرئيس المصري يؤكد لنظيره الصيني ضرورة وقف الحرب في غزة، ويحذر من خطورة العمليات الإسرائيلية في رفح الفلسطينية على الأصعدة السياسية والأمنية والإنسانية. الرئيس الصيني يشيد بدور مصر المحوري وبجهودها الدؤوبة للتهدئة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ويؤكد رفضه التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم. مصدر مصري رفيع المستوى يقول إن إطالة أمد الحرب في غزة هو هدف إسرائيلي للتهرب من الأزمات الداخلية. إذاعة جيش الاحتلال تعلن مقتل 3 عسكريين من لواء نحال وإصابة 5 آخرين من بينهم 3 في حالة خطرة بعد اشتباكات مع الفصائل الفلسطينية في غزة. البرازيل تعلن سحب سفيرها لدى إسرائيل احتجاجاً على مواصلة جرائم الإبادة الجماعية في غزة. منظمة الصحة العالمية تحذر من ارتفاع معدلات الوفيات بشكل كبير إذا استمر التوغل الإسرائيلي في رفح. جادي أيزنكوت الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي ورئيس الأركان السابق يقول إن تحقيق الاستقرار في رفح الفلسطينية قد يستغرق من 3 إلى 5 سنوات. أما وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش فيدعو القوات الإسرائيلية لتنفيذ عملية في الضفة الغربية وتحويل الوضع في الضفة كقطاع غزة حالياً. الكنيست الإسرائيلي يوافق على مشروع قانون يقضي بإعلان وكالة الأونروا كمنظمة إرهابية بتأييد 42 عضو ومعارضة 6. رئيس الوزراء المصري يوجه الدعوة للحوار الوطني
لوضع تصور للتحول إلى الدعم النقدي بدلاً من العيني، ويؤكد أن الدولة ستظل ملتزمة بدعم السلع الأساسية. أهلا بكم. جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي لن تمر مرور الكرام، وحتما ستتم محاسبة كل المسؤولين عنها. فمع كل يوم تنضم منظمات ودول إلى دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية التي تتهم فيها الاحتلال بارتكاب الإبادة الجماعية، فيما تنظر أيضا المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يؤاف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وفي بيان لها طالبت المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل بالتوقف عن ترهيب وتهديد العاملين في المحكمة لتعطيلهم عن أداء عملهم، بالتزامن مع ضغوط الإدارة الأمريكية المستمرة على أعضاء المحكمة. من جانبها حذرت وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا، حذرت مواطنيها المتواجدين في إسرائيل من الانضمام للجيش الإسرائيلي أو المشاركة في الحرب على قطاع غزة، وإلا ستقوم جنوب إفريقيا بملاحقة مواطنيها هؤلاء قضائيا. تحذيرات جنوب إفريقيا فتحت ملف في غاية الأهمية، هو ملف استعانة إسرائيل بالجنود المرتزقة من مزدوجي الجنسية في حربها الأخيرة على قطاع غزة. وفقا للتقارير الإعلامية الدولية بلغ عدد المرتزقة 6000 جندي تم تجنيدهم من 70 دولة، وتبلغ نسبة اليهود 20% فقط. التقارير كذلك أكدت تواصل إسرائيل مع شركات ومع متعهدين أمنيين دوليين لتوفير مقاتلين لأداء مهام عسكرية خلال حربها على غزة. إسرائيل كذلك كانت حريصة على التعاقد مع مقاتلين أجانب سبق اتهامهم في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في نزاعات، ولكن هذه المرة في أمريكا اللاتينية وفي قارة إفريقيا. يتقاضى المقاتل المنضم عبر المتعهدين الأمنيين يتقاضى راتبا أسبوعيا يقدر بحوالي 4000 يورو في الأسبوع الواحد، هذا بخلاف امتيازات أخرى. الإذاعة الإسرائيلية الرسمية قالت كذلك إن هناك عشرات الآلاف من المهاجرين الروس ومن المهاجرين الأوكرانيين من أصحاب الجنسيات المزدوجة يخدمون بالجيش الإسرائيلي ويشاركون في الحرب على قطاع غزة. جرائم الاحتلال مستمرة، والملاحقات القضائية ستظل كذلك مستمرة، وانتصار الفلسطينيين أصحاب الأرض هو أمر مؤكد لا محالة. لم يبق شيء خارج نطاق استهدافات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي تطال البشر والحجر في قطاع غزة، فلا مناطق آمنة يلجأ إليها الفلسطينيون المحاصرون في خيام وعلى الطرقات. وبدون سابق إنذار تتساقط عليهم آلاف القذائف من المدفعية والغارات الجوية من كل اتجاه وفي كل الأوقات. أما المنظومة الطبية فقد خرجت بشكل شبه كامل عن الخدمة، وبفعل الاستهداف الإسرائيلي المتعمد لها بات فرص البقاء على قيد الحياة للمصابين في أدنى مستوياتها. في واشنطن
الصمت على جرائم الاحتلال هو السائد، أما حين يدلي مسؤولوها بتصريحات فهي لا تخرج عن أن تصرفات إسرائيل في غزة لم تصل بعد إلى مستوى الإبادة الجماعية، كما لم تشكل أي خرق للخطوط الحمراء التي وضعها الرئيس الأمريكي جو بايدن. وفي ختام تلك التصريحات المتكررة يكتفي مسؤولو البيت الأبيض والخارجية الأمريكية بعبارة يجب على إسرائيل اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين، لا تغيير في سياستنا تجاه إسرائيل، فدعمنا المطلق لها ثابت ولن يتوقف. وبلا رادع يواصل جيش الاحتلال جرائمه في غزة، والحرب التي طالت لثمانية أشهر ستستمر لسبعة أخرى وفق آخر تصريحات رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي. وبينما يكتفي العالم ببيانات الشجب والإدانة في أعقاب كل مجزرة، يترقب الفلسطينيون في القطاع المنكوب الموت دون أن يكون لديهم أي خيارات أخرى. للمزيد من إلقاء الضوء حول آخر المستجدات وما يحدث في قطاع غزة وكذلك في الداخل الإسرائيلي، أرحب بضيوفي الكرام. أرحب بضيفي من القاهرة الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، كذلك أرحب بضيفي من بيروت العميد أكرم سريوي الخبير اللبناني العسكري، وكذلك ينضم إلينا من واشنطن دكتور إدموند غريب أستاذ العلاقات الدولية. أهلا بكم جميعا ضيوفي الكرام. ويبدو أن هناك الكثير من التطورات، يعني حينما تتحدث، وأبدأ مع دكتور طارق فهمي، حينما تتحدث إسرائيل عن أن هذه العملية ربما تستمر لأشهر والبعض يقول أنها ستستمر لسنوات، نرى أن الإقليم حتى بدأ يشتعل. رأينا منذ قليل وكالة الأنباء السورية تعلن أن غارة إسرائيلية استهدفت بنياس في محافظة طرطوس، وهذا قد يكون تطور جديد في توسيع ساحة المواجهات. بالأمس كان بنيامين نتنياهو يتفقد قواته على الجبهة الشمالية مع الجنوب اللبناني. كيف ترى هذه التطورات دكتور طارق؟ هو بالتأكيد طبعا أستاذ عمرو، الموقف يزداد توتر نتيجة لما تقوم به إسرائيل من ممارسات، سواء في عملية شرق رفح وعودة العمليات العسكرية في عمق القطاع واستهداف مناطق التماس الاستراتيجية السابقة تطهيرها، بمعنى أنه إسرائيل الآن تتحرك في مساحات متعددة في القطاع، ربما في تقديري ليس للبحث عن المحتجزين وليس للوصول إلى قيادات حركة حماس، لكن نتيجة لتخبط القرار السياسي والعسكري بصورة كبيرة. نستطيع أن نلمح كثير من هذه الأمور في الداخل الإسرائيلي، الدعوة إلى إعادة تشكيل وحل مجلس الحربة، خلافات كبيرة بين الوزراء والتهديد بعمليات الاستقالات، دعوة نتنياهو لمراجعة تشكيل المكونات الائتلاف والعودة إلى الشارع وإلى الداخل الإسرائيلي وحالة التظاهرات. من الواضح أنه لا توجد استراتيجية تحرك لإسرائيل. إسرائيل أخي عمرو في حالة فوضى كاملة، يعني القياس على ما يجري الآن مرتبطة بحالة من الفوضى الغير مسبوقة، تناقضات في الخطاب السياسي، حالة يعني تشعر وكأن إسرائيل أصبحت دولة مأزومة، محاولة لتصدير الأزمة إلى الأطراف الأخرى، غير يعني إلمام بالواقع ما يجري في عملية شرق رفح، غير واضحة المعالم ما يتم القيام به، عمليات تكتيكية تبدو استراتيجية، ففي تناقض كبير أستاذ عمرو في هذا الإطار. أعتقد أنه حالة التأزم في إسرائيل بالكامل، وطبعا نتيجة لعدم وجود أهداف محددة، وفي تناقضات وفي تصريحات يعني تتسم بالفوضوية وعدم وجود رؤية ليها، كل هذا سيؤثر بطبيعة الحال على مقاربة التعامل مع الداخل الإسرائيلي بكل ما فيه. طيب اسمح لي أنتقل لضيفي من بيروت العميد أكرم، هل تتفق سيادة العميد مع هذه الرؤية التي طرحها ضيفنا الكريم دكتور طارق، أن هناك فوضوية، هناك تخبط في التحرك
التحركات الإسرائيلية أم أن إسرائيل تتحرك بنسق؟ هذا النسق قد أعده المتطرفون في الحكومة الإسرائيلية، وتماهي الأجندة المتطرفة في إسرائيل بتوسيع دائرة الحرب، تحقيق أقصى مكاسب، تهجير الفلسطينيين، ربما القضاء على من يصفونهم بالأعداء أو مصادر الخطورة كحزب الله وغيرهم في المنطقة. هل ترى أنها فوضى أم أن إسرائيل تسير وفق مخطط هي فقط من تعرف ماذا تريد؟ تحياتي لك أستاذ عمر ولجميع المشاهدين ولضيوفك الكرام. أتفق مع طرحك، نعم، هذا إذا ذهبنا إلى تصريحات الحكومة الإسرائيلية وتحديدا رئيسها بنيامين نتنياهو، هو غير مهتم في إتمام صفقة وغير جد في التفاوض. هو يريد يعني إنجاز صفقة لتخفيف الاحتقان الشعبي، شرط أن يعود إلى القتال في أي وقت، يعني دون أن يكون هناك إنهاء للعمليات العسكرية أو وقف شامل لإطلاق النار. ما يريده نتنياهو، نعم، هو لديه هدف معلن أساسي هو القضاء على حماس، ولديه الهدف الآخر الأهم أنا أعتقد، يعني هذه الخطة التي أعدتها حكومة اليمين الإسرائيلية التي يرأسها بنيامين نتنياهو منذ سنوات لغزة، ليس منذ الآن، يعني هي أعدت هذه الخطة منذ سنوات، تدمير مدن قطاع غزة وجعل غزة منطقة غير صالحة للسكن، وبالتالي تهجير وإجبار الفلسطينيين على الهجرة من قطاع غزة. هذا هو الهدف الأساسي الذي يريد تحقيقه بنيامين نتنياهو. إذن الحرب في غزة، نعم، هي حرب طويلة، لا يوجد مؤشرات على أن هذه الحرب ستنتهي قريبا، ولا هناك يعني جدية من الجانب الإسرائيلي لإنهاء هذه الحرب. وأيضا يعني إذا ذهبنا إلى الجانب الآخر، إلى حماس، حماس لا تستطيع إلقاء السلاح. إلقاء السلاح من قبل حماس يعني أن لا أحد سيردع إسرائيل، أن إسرائيل ستقوم بتصفية القضية الفلسطينية بالكامل، وستقوم بعد الانتهاء من غزة بنقل هذه الحرب إلى الضفة الغربية وتهجير أهالي الضفة، وثم بنقل الحرب إلى لبنان ومحاولة القضاء على حزب الله. هذا هو مشروع نتنياهو، ولذلك نعم كل الملامح تشير أن هذه الحرب لن تنتهي قريبا، هذه الحرب طويلة الأمد. نتنياهو يعني يعتقد أن مصيره الأساسي طبعا هو مرتبط باستمرار هذه الحرب، ولكن أيضا مشروعه الأساسي ومشروع اليمين الإسرائيلي ومستقبل إسرائيل هو كما يراه هو مرتبط بهذه الحرب وبالقضاء على حماس، وبالتالي بشكل أساسي تهجير الفلسطينيين. ما هي الرسالة التي تريد إسرائيل إيصالها بهذه الغارة وفقا لوكالة الأنباء السورية سانا منذ قليل على محافظة طرطوس ومدينة بنياس والتي تقع في أقصى الغرب من الدولة السورية؟ يعني ما هي الرسالة التي تريد إسرائيل أن تبعثها؟ أكيد ليس فقط للإدارة السورية في دمشق، ولكن أكيد لأطراف أخرى. يعني بالطبع إسرائيل أصلا منذ سنوات هي تنفذ غارات في سوريا، وهناك تنسيق أيضا مع القوات الروسية الموجودة هناك يعني في هذه الغارة، لكن دائما القوات الإسرائيلية أو الطيران الإسرائيلي ينفذ الغارات من فوق الأجواء اللبنانية وهو لا يدخل الأجواء السورية، هذا وفق تفاهمات عسكرية مع الجانب الروسي حصلت منذ زمن. الرسالة واضحة أن إسرائيل يعني مستمرة في ملاحقة كل خطوط الإمداد للمقاومة في سوريا وكل يعني فصائل دعم المقاومة في سوريا، وهي لم تغير هذا المبدأ، وهذه هي رسالتها. وأيضا هذا نوع من رسائل التصعيد، يعني نتيجة التهديدات الأخيرة وزيارة بنيامين نتنياهو منذ يومين إلى قاعدة المخابرات قيادة المنطقة الشمالية في منطقة الشمال بالقرب من الحدود اللبنانية، كان هناك موقف تصعيدي واضح من قبل نتنياهو ومن قبل أيضا قادة آخرون، الرئيس الإسرائيلي أيضا ويعني حتى نيكي هيل السفيرة الأمريكية أيضا التي زارت منطقة الشمال. هذا الجو التصعيدي من قبل إسرائيل يعني يوحي بأن هناك عمليات، نعم، ستطال أيضا العمق اللبناني وستصل إلى العمق السوري أيضا. طيب اسمح لي أتحول للدكتور إدموند غريب ضيفنا من واشنطن. دكتور إدموند بعد التحية، يعني أيضا نرى أن الموقف الأمريكي دكتور إدموند يعني حقيقة اتضح من تصريحات جون كيربي بالأمس، يعني
لا أقول ميوعة، ولكن هناك رمادية وضبابية شديدة جدا في تصريحات الإدارة الأمريكية، لا تعتبر أن ما يحدث في رفح حتى الآن عملية عسكرية واسعة. حتى حينما سئل بلينكن اليوم عن استخدام صاروخ أو قنبلة أمريكية في الهجوم على مخيم رفح، لم ينفي هذا الأمر ولم يؤكد هذا الأمر. تشعر أن هناك شيء ما يدور الآن في الإدارة الأمريكية، برأيك ما الذي يحدث؟ تحياتي لك أستاذ عمرو ولضيفك الكريمين. الواضح أن الإدارة الأمريكية تجد نفسها أول صعب جدا، فهي في أزمة، وخاصة أنها على أبواب انتخابات. كان المسؤولون الأمريكيون يعتقدون بأن هذه المعركة، بغض النظر عما إذا كانوا على علم بها من قبل أو لا، وخاصة منذ الأيام الأولى بعد أحداث 7 من تشرين أو أكتوبر، وبالتالي فأن الإدارة الأمريكية كانت تتوقع بأنها قد تنتهي في فترة قصيرة. وعبر المسؤولون الأمريكيون كما نعلم جميعا عن دعمهم القوي للقيادة الإسرائيلية ولموقف إسرائيل، واعتبروا بأن إسرائيل ضحية لما حدث، وأنه كان هناك هجوم من منظمة إرهابية إلى آخره. وبالتالي فأن الإدارة الأمريكية أيضا كانت قلقة قليلا من احتمال، خاصة بعد التصعيد الذي بدأنا نشهده في الأسابيع الأولى، من احتمال توسيع الصراع، ولذلك قامت الإدارة الأمريكية بإرسال أسلحة، أرسلت أيضا مدمرات، أرسلت غواصات، أرسلت حاملات طائرات، قدمت معلومات استخباراتية، وبعد ذلك قدمت حماية سياسية ودبلوماسية لإسرائيل ودعم مالي. ولكن أعتقد أن الإدارة الأمريكية كانت كما قلت في البداية تعتقد بأن النهاية ستكون قريبة، نهاية المعركة، ولكن الأمور تطورت بطريقة مختلفة. المعركة في غزة أظهرت بأنها ستطول أكثر بكثير مما كانت تتوقع الإدارة الأمريكية، والإدارة كانت أيضا إلى حد ما لديها مواقف غير واضحة حول بعض الأمور الأخرى التي أشار إلى بعضها ضيوفك الكرام، وهي موضوع مثلا موضوع التهجير. في البداية كان هناك نوع من الدعم للموقف الإسرائيلي، فكان هناك حتى مع أن هذه القضية ليست جديدة، هي تعود إلى البداية هذا العقد القرن عفوا، عندما كوندوليزا رايس تحدثت مع مسؤولين مصريين وعرب آخرين في ذلك الوقت عن احتمال قيام تهجير أو إرسال المواطنين من غزة إلى سيناء أو إلى مناطق أخرى، وقدمت كان هناك حديث عن دعم، وطبعا المصريين رفضوا ذلك في ذلك الوقت. ولكن يبدو أنه داخل الحكومة الإسرائيلية هناك تيار كان يريد فعلا ذلك، ويريد تهجير أهل غزة ثم بعد إلى مصر أو إلى سيناء أو حتى إلى العالم الخارجي يعني. ولكن طبعا كانوا في البداية يعتقدوا أن سيناء هي المكان الأفضل، ثم بعد ذلك تهجير السكان في الضفة الغربية إلى الأردن. وكان هناك ورقة قدمت نشرت في إحدى المجلات العسكرية الأمريكية في تقريبا قبل حوالي أسبوع أو أسبوعين من هذه الحرب، هذه المعركة، وكانت تتحدث فيها مسؤول عسكري إسرائيلي عن رؤية بعض القادة الإسرائيليين، وقال أن الهدف، أحد الأهداف لإسرائيل في أي معركة قادمة، هو أنه يجب أن يكون هناك سيطرة على الغزة وسيطرة على الضفة الغربية، وذلك عن طريق احتمال أن هناك عدد من كبار المسؤولين الإسرائيليين الذين يفكروا بهذه الطريقة، وهو ما أعلن عنه اليوم سموتريتش صراحة. يعني سموتريتش دعا الجيش الإسرائيلي كما فعل في غزة، هيا افعل نفس الأمر في الضفة الغربية، تأكيدا لما تفضلت به الدكتور إدموند. طيب اسمح لي دكتور إدموند، نقطة اتفضل
وكان وليس فقط الضفة الغربية وغزة، بل كان هناك في هذا المقام أنه يجب أيضا طرد سكان الجليل من الفلسطينيين إلى لبنان. هذه لم يسمع كثير عنها ولكن ذكرت في ذلك المقام. وبالتالي فأن هذه وضعت الإدارة الأمريكية في وضع صعب، خاصة أنها على أبواب انتخابات، ولذلك رأينا دعمها القوي لإسرائيل. ولكن الآن هي أيضا تحت ضغوط ليس فقط من يمينها ومن حلفاء إسرائيل، ويمكن أن نتحدث أكثر عن ذلك فيما بعد، بل من يسارها ومن داخل الحزب الديمقراطي. والولايات المتحدة أصبحت شبه معزولة دوليا هي وإسرائيل، وخاصة بعد التطورات الأخيرة في رفح. طيب، ضيفي من القاهرة دكتور طارق فهمي، اليوم مصدر مصري مسؤول قال بأن إسرائيل تريد إطالة أمد الحرب نتيجة للمشكلات والإخفاقات التي تحدث. كذلك نفى ما يذكر أو ذكره المتحدث العسكري أو المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه تم العثور على أنفاق في منطقة محور فلاديلفيا وأن مصر لا صلة لها بهذا الأمر. كيف ترى يعني ما يسمى عاميا باللغة المصرية جر الشكل الذي يحدث خصوصا في هذه المنطقة من قبل إسرائيل تجاه القاهرة؟ يعني دعني أميز في البداية ما بين الأهداف الكبرى لإسرائيل والحكومة الإسرائيلية ونتنياهو في قطاع غزة منذ اليوم الأول لبدء العمليات، وما بين ما يجري الآن. هناك تقييمات جديدة طرحت نفسها خلال العشرة أيام ربما الأقل في إسرائيل، ليست الأهداف الكبرى. الأهداف الكبرى لإسرائيل في غزة يعني تداعت بصورة كبيرة. لم ينتهي حكم حماس على الأرض برغم كل ما هو سائر، ولا تزال حماس تعلن مواقفها بصورة مباشرة كطرف رئيسي في المعادلة بصرف النظر عن شكلها أو إطارها أو ما تم استهدافه من مقدراتها العسكرية، لكن لا تزال في المعادلة بصورة أو بأخرى. الأمر الثاني هو ما بين النظري والعملي، يعني الأطر النظرية للأهداف الكبرى للحكومة الإسرائيلية ومكونات الائتلاف والمخططات كانت شيئا مطروحا أثناء الأسابيع الأولى من العملية العسكرية، واليوم تغيرت الأمور كلها وتغيرت قواعد كثيرة بعد كل هذه الأشهر. إسرائيل مترددة ومزعورة من اليوم التالي وليس للذهاب لإنهاء العملية. عملية شرق رفح كان مقدر لها أن تنتهي خلال عدة أسابيع وفق خطة الحكومة الإسرائيلية وهيئة الأركان، وكان هناك اتفاق على هذا الأمر. اليوم تتعصب ليس لتردد أو تجأرجح إسرائيل ما بين العمل العسكري والعمل التفاوضي، بالعكس هناك تخوف من قبل مجلس الحرب، وما دعا ربما نتنياهو إلى التهديد بحله. يعني القضية مرتبطة بإخفاقات وعدم قراءة رؤية وعدم وجود تقييمات عسكرية استراتيجية حقيقية. يعني كيف يمكن للجيش الإسرائيلي أن يستدعي أكثر من 11 لواء وكتيبة خلال العشرة أيام الماضية ده، يعني بعد عمليات الانسحابات المتتالية؟ هذا يشير إليك أنه هناك بالفعل تخوف مما هو جاري من انفتاح أكثر من جبهة داخل القطاع، يعني عودة العمليات العسكرية إلى مناطق الشمال، وأيضا وجود جيوب للمعارضة، وما جرى في جباليا طبعا يؤكد ما أقوله. صحيح. وربما يتسع هذا الأمر استهداف كمان تل أبيب بعدة صواريخ أيا كان شكلها خلال الأيام الأخيرة. أيضا هذا أمس كان هناك استهداف لمنطقة غلاف غزة في منطقة العين. ففي تفاصيل كثيرة تشير إلى أنه القضية ليست في أهداف كبرى أو صغرى أو مكونات ائتلاف تسعى إلى مشروعات. هذا كلام يصدر للميديا الإسرائيلية، وبالتالي يريد أن يقولوا أن الأمور ماضية في إطارها. لا الترانسفير نجح ولا عمليات التهجير ولا التغيير الديموغرافي نجح على الأرض، حتى شطر القطاع بصورة كبيرة أصبح الآن مهدد. يعني الآن كان الحديث عن تقسيم شارع الرشيد إلى عدة طرق، وممر نتسرين يستهدف أصلا بالصواريخ، حتى الرصيف البحري لم يعمل بطاقته الكاملة ولا يزال يواجه عصرات. كل هذا تم. القضية الآن هي مرتبطة بمحاولة تصدير إسرائيل للأزمة إلى دول الجوار وتحديدا مصر. طبعا الأمور واضحة بالنسبة لمصر، وموقف مصر راسخ وواضح أنه لن نقبل ولن نشرع أي وجود لإسرائيل في منطقة ممر صلاح الدين ولا في منطقة المعبر من الجانب الفلسطيني. وبالتالي هم اقترحوا أفكار رفضت من قبل القاهرة. طرحت فكرة شركة أمريكية ورفضت، طرحت وجود أجهزة استشعار ومراقبة ومتابعة،
تنسيق مشترك بين الجانب المصري والجانب الإسرائيلي بوجود أمريكي، ثم طرح في الآخر إمكانية عودة بعض الرموز الفلسطينية. هم طرحوا فكرة القبائل والعشائر، أفكار عبثية يعني لا تحتاج إلى مناقشة، لكن مصر طرحت الرؤية الأشمل. هناك اتفاقية المعابر أستاذ عمرو، يمكن لاتفاقية المعابر 2005 أن تحل هذه الأمور، وبدل ما يفتح كرم شالوم تفتح المعابر كلها ويفتح معبر رفح وتبقى في هذا الإطار. أنا في أعتقد سؤال حضرتك نقطة صغيرة، هي جزء مرتبط بموضوع جر الشكل مع مصر. أنا أعتقد إسرائيل تريد أن تصدر الأزمة لمصر وتقول أنها تدخل في أزمة مع مصر، مع إدراكها تماما بأنه الجانب المصري لديه أوراق ضاغطة كبيرة في هذا الإطار تتجاوز موضوع معاهدة السلام والبروتوكول الأمني، بمعنى أنه مصر لن تقبل بأي إجراءات من قبل إسرائيل في هذا التوقيت، وهذا كلام معلن ومباشر ولا يحتاج إلى أي تعليق. لكن الحكومة الإسرائيلية اسمح لي أن أقول تريد أن تختبر مصر وتريد أن تجر أقدام مصر إلى الأزمة، بمعنى أنه كيف سيتعامل المصريين مع هذا العمل، خصوصا في ظل حاجتين أستاذ عمرو. الله، حاجة الأولى هو التزام مصر بالمعاهدة، كما أن إسرائيل من المفترض أن تلتزم، لكن هناك شريك أمريكي، هذا الشريك الأمريكي متواطئ ومتباطئ فيما يجري، بمعنى أنه الجانب الأمريكي كارتر موقع جانب الرئيس الراحل السادات وجنب مناحم بيجن، وبالتالي الإدارة الأمريكية عليها دور في محاولة للجمع الصراع، لكن الولايات المتحدة تقف يعني في هذا الإطار، لا تريد أن تحرك أمر آخر. الحاجة الثانية هي أن حكومة نتنياهو نفسها تدرك بطبيعة الحال أن الدخول في أزمة مع مصر أيا كان إطارها يجب أن يكون محكوما، لأن تتعامل مع مصر ونصائح لنتنياهو احذر هذه هي مصر، بالتالي الرسائل لنتنياهو عدم الدخول في مواجهة، وهذا من مجلس الحرب ومن الحكومة المصغرة وعدد من قيادات الجيش بطبيعة الحال. طيب، في بيروت وفي أماكن كثيرة ممكن البعض يتساءل أيضا، هل هناك الاختبارات المتبادلة التي تمت السيد العميد أكرم ما بين إسرائيل وما بين حزب الله؟ كان هناك خلال الأشهر الفائتة كان هناك رد ورد متبادل، هل تتوقع أن توسع إسرائيل تدريجيا من عملياتها خلال الأشهر القادمة مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، والتي من الممكن أن تأتي بالرئيس ترامب، وبالتالي تكون هناك فرصة كبيرة أمام بنيامين نتنياهو لتحقيق كل ما يريد في أكثر من جبهة؟ يعني بداية الأنظار نعم متجهة إلى واشنطن وماذا ستفعل، وأعتقد أن هناك رغبة في الإدارة الأمريكية للتوصل إلى حل على الأقل على بين لبنان وإسرائيل. في قبل شهر تموز، يعني قبل أن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية فيما يسمى السبات الانتخابي ويصبح الهم الأساسي فقط من سيفوز في الانتخابات الأمريكية، وطبعا عندها ستهمل الإدارة الأمريكية كل الأمور الخارجية، وهذه ينتظر هذه الفرصة طبعا نتنياهو لكي ينفذ مشاريعه الأساسية، لأنه يعلم هناك يعني ثقة تامة في إسرائيل بأن هناك وقوف أعمى أمريكي إلى جانب إسرائيل، وهناك دعم مستمر، وحتى إذا يعني دخلت إسرائيل في أي حرب كبرى وتعرضت للخطر ستكون الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب إسرائيل في هذه الحرب. انطلاقا من هذه الثقة، يعني الولايات الحكومة الإسرائيلية قد تذهب إلى مغامرات كبيرة. نحن سمعنا كما ذكرت يعني في خلال زيارة نتنياهو الأخيرة تهديدات كبيرة للبنان، ويعني بأنه ذاهب وعازم على الحرب على لبنان وإنهاء هذا الوضع في الشمال، وهو قال بأنه نجح في إبعاد حزب الله 10 كيلومترات عن الحدود. لكن صباح يوم الثلاثاء يعني أظهرت عملية المقاومة التي نفذت على موقع راميا، هي نفذت من مسافة قريبة جدا، يعني نفذت بقذائف الـ RPG وبرشاش البيكاسي وبأسلحة متوسطة، إذن هي نفذت عن مسافة لا تزيد عن 200 إلى 300 متر. هذا يعني تكذيبا لنتنياهو بأن المقاومة موجودة على
مقربة قريبة جدا. وبالتأكيد نتنياهو يعرف الفارق ما بين الفارق في الإمكانيات ما بين حزب الله وما بين الفصائل الموجودة في قطاع غزة، وبالتالي هو يعرف أن الكلفة ستكون كبيرة. أعتذر جدا للمقاطعة سيادة العميد أكرم، ولكن أمامي دقيقة إن تكرم دكتور إدموند غريب أن يوضح لنا، هل إن جاء ترامب أو هناك احتمالية أن يأتي ترامب فبالتالي سيراهن بنيامين نتنياهو على تحقيق أكبر قدر من المكاسب أو توجيه ضربة قوية باتجاه حزب الله في فترة الانتخابات الرئاسية الأمريكية في فترة ما قبل نوفمبر؟ أعتقد أن ما يحاول أن يفعله نتنياهو وعدد من القيادات الإسرائيلية هو أنه إذا يعلم أنه إذا حدث أي توسع أو توسيع للحرب وإشراك أطراف أخرى فأن هذا طبعا مقلق كثيرا للإسرائيليين وأيضا للإدارة الأمريكية، ولذلك رأينا المحاولات التي قامت بها الإدارة الأمريكية بالنسبة للبنان وتهدئة الأمور ما في ذلك في تلك المنطقة. ولكن في نفس الوقت الذي نرى ذلك القيادة الإسرائيلية لديها رؤية مختلفة. هذه الرؤية هي طبعا هي أن وهذه ليست لم تبدأ مع الأحداث الأخيرة لا بل تعود إلى سنوات، وكان تحدث مثلا قائد الجبهة الشمالية في لبنان في جلسة قبل حوالي 3 سنوات تقريبا في جلسة مغلقة في مركز أبحاث قريب جدا من اللوبيات الإسرائيلية في قال بأن مثلا كانت الحديث خلال السؤال والجواب أنه ما الذي سيحدث إذا حدثت مواجهة عسكرية في بين حزب الله والقوات الإسرائيلية، ثم تدخلت إيران في الموضوع إما عن طريق إذا قامت إسرائيل بهجوم أو قام الإيرانيون أيضا بمساعدة لحزب الله. وما الذي قاله ذلك الجنرال الإسرائيلي الذي كان قائدا للجبهة الشمالية قبل سنة، ثم في الوقت الذي كان يتحدث فيه كان مسؤول عن إعداد تقرير استراتيجي للحكومة الإسرائيلية، قال الإيرانيون هم أذكياء مثلنا، لديهم علماء مثلنا، نحن وحدنا غير قادرين على مواجهة إيران ونحن بحاجة إلى الدعم الأمريكي. أعتقد أن موضوع توسيع الحرب الذي إذا كان فعلا هناك شيء من هذا فأن الإدارة الإسرائيلية تريد توسيع الحرب لجر واشنطن إلى المواجهة. حتى الآن لا أعتقد أن واشنطن راغبة في ذلك، هناك تيار في الولايات المتحدة من المحافظين الجدد خاصة وبعض الليبراليين الجدد الذين يرغبوا في توسيع هذه الحرب والاستفادة منها، ولكن هؤلاء لا صحيح أصواتهم مرتفعة أحيانا ولكنهم أقلية، ولذلك أعتقد بأن الإدارة الأمريكية لا تريد الذهاب بهذا الاتجاه، وهذه إحدى التحديات التي تواجه الإدارة. فيما يتعلق بترامب، ترامب أعتقد أن لديه فرص، طبعا الكثير سيعتمد عليه أيضا على نتائج القرارات التي ستتخذها عدة محاكم، هناك 4 محاكم الآن تبحث في اتهامات مختلفة تجاه ترامب، ولكنه حتى الآن كل مرة وجهت له اتهامات، كل مرة دخل في معركة سياسية جديدة، يتهم خصومه بأنهم يقوموا بعملية تسييس الحكومة وأنهم يستهدفونه لأنه يخشونه، وهذه ساعدته على جمع تبرعات كبيرة وساعدته أيضا في ارتفاع أسهمه. ولكنه فيما يتعلق بإسرائيل النقطة أربوب في حجال وهي فيما يتعلق بإسرائيل قال كان طبعا ترامب هو نعلم جميعا ما الذي فعله بالنسبة لضم الجولان بالنسبة للقدس الشرقية نقل السفارة، ولكنه بعد الانتخابات الأخيرة غضب من نتنياهو بسبب الاعتراف السريع لنتنياهو بحكومة بايدن، وهو ليس مرتاحا لنتنياهو كثيرا، وهو لكنه مواقفه مؤيدة إلى حد كبير للقيادات الإسرائيلية اليمينية. طيب يعني وفي الفترة الأخيرة ولكنه في قبل يومين كان هناك أنباء أنه طلب التواصل، بعث مبعوث للالتقاء بممثلين عن الجالية العربية الأمريكية في ولاية ميشيغان، وهذه كانت مثيرة جدا. يقال أنه قدم وعود، إلى أي مدى هذه الوعود يمكن
تصديقها وإلى أي مدى هي صحيحة. أعتقد أنه يجب الانتظار قليلاً لمعرفة. يبدو أننا سننتظر خلال الأسابيع أو الأشهر القادمة، سيكون فيها الكثير من التفاعلات ما بين واشنطن والمنطقة. شكراً جزيلاً ضيوفي الكرام، دكتور إدموند غريب أستاذ العلاقات الدولية من واشنطن، وكذلك ضيفي من بيروت سيادة العميد أكرم سراوي الخبير العسكري اللبناني، وكذلك ضيفي من القاهرة دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية. شكراً جزيلاً لكم. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مباشرة إصلاحات حيوية في السلطة الوطنية الفلسطينية تمهيدا للاعتراف بدولة فلسطينية، وبحسب بيان للرئاسة الفرنسية، أكد الرئيس الفرنسي التزام بلاده بالعمل مع شركائها لبناء رؤية مشتركة للسلام. للمزيد ينضم إلينا من رام الله الدكتور أحمد المجلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. دكتور مجلاني مساء الخير، أهلا بكم. يعني كيف تقرأ هذا التصريح من الرئيس ماكرون يدعو الرئيس عباس لإصلاح السلطة كي نعترف بالدولة الفلسطينية؟ وبالضبط كما هو حال الإدارة الأمريكية عندما تتحدث كشرط مسبق للاعتراف بالدولة الفلسطينية مشروطا باعتراف إسرائيل فيها، وأي نتاج للمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية والتي هي لا يمكن أن تتم، والتي لا يمكن أن تعترف إسرائيل بفلسطين حتى تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بفلسطين. أنا أعتقد أنه هذه الشروط المسبقة التي توضع على القيادة الفلسطينية وهو سيناريو قديم جديد، هذا السيناريو جربناه أيام الرئيس الراحل ياسر عرفات عام 2003-2004 عندما اجتاح شارون الضفة الغربية وأعاد احتلالها، وأيضا خرجت الإدارة الأمريكية علينا مفهومها للإصلاح وربطت ما بين الإصلاح وما بين المسار السياسي وما بين المساعدات تقديم المساعدات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية آنذاك. احنا الحقيقة يعني تفاجأنا بالموقف الفرنسي الذي ربط ما بين الاعتراف بدولة فلسطين، وهو الذي يعني شهدنا أمس اعترافات رسمية من ثلاث دول أوروبية وربطه بهذا. نعم صحيح دكتور مجلاني، ولكن اعتذر للمقاطعة، ولكن حتى أصوات فلسطينية تقول بدو لابد من إصلاح البيت الفلسطيني كذلك كي يكون هذا تشجيع للأطراف المترددة أو المتشككة في قدرة السلطة الوطنية على إدارة دفة هذه الدولة بعد أن تنجح أولا المجتمع الدولي مع إسرائيل. الإصلاح الذي نقرأ من المطالبات لبعض الأطراف الأمريكية والغربية بما في ذلك بعض الأصوات الفلسطينية النشاز التي نعرفها جيدا، الإصلاح بالنسبة لها هو يطال رأس النظام السياسي وطابع ومضمون ووظيفة النظام السياسي الفلسطيني. هم لا يريدوا نظاما سياسي فلسطيني تقوده منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ولا يريدوا قوى سياسية وطنية قادت النضال الوطني الفلسطيني منذ عام 65 إلى اللحظة الراهنة، وبالتالي هم يريدوا تغيير طابع ووظيفة النظام السياسي. هذا هو الإصلاح الذي نقرأه والذي نعلمه والذي يعرض علينا بين الفترة والأخرى. نحن نفهم الإصلاح بأبعاده، وبدأنا بالإصلاح ببعده الإداري والمالي، ببعده أيضا القانوني بإصلاح بعض التشريعات، وندرك ما هي الجوانب التي تتطلب منا المراجعة، لأنه العملية الإصلاحية هي عملية دائمة وليست لمرة. ولكن هل ترى لابد أن تكون متوازنة سريعة تتفهم ما يطلبه حتى المجتمع الدولي وما يطلبه الداخل الفلسطيني، ولكن في وقت قياسي نظرا لحجم الظرف الذي تمر به القضية دكتور مجلاني؟
الإصلاح أولا وقبل كل شيء هو أجندة وطنية فلسطينية، وهو مصلحة فلسطينية وليس تلبية فقط للشروط ولا للضغوط الخارجية. إحنا شكلنا حكومة جديدة، حكومة تكنوقراط تلبي مطلب المجتمع الدولي وبأجندة أيضا إصلاحية وافق عليها المجتمع الدولي. وهذه الحكومة لغاية اللحظة الراهنة لم تكمل الشهرين من عمرها إلى اللحظة الراهنة، ولم يرى تجاوبا مع المجتمع من المجتمع الدولي وكل المطالبين بالإصلاح بتوفير كل الممكنات الضرورية لنجاح عمل هذه الحكومة. على العكس من ذلك، وجدنا أن الضغوط المالية والضغوط التي تمارسها إسرائيل بضوء أخضر أمريكي على هذه الحكومة هي ذات الشروط والضغوط التي مورست على الحكومة السابقة. وهذا يعني أن المسألة هي ليست مسألة تغيير حكومة وليس مسألة برنامج للإصلاح، وإنما هو المسألة هو استهداف النظام السياسي الفلسطيني من حيث الجوهر والمضمون والوظيفة. شكرك شكرا جزيلا ضيفي من رام الله دكتور أحمد المجلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، شكرا جزيلا لك. نتحول إلى شأن آخر، ولكن هذه المرة هو العلاقات المصرية الصينية. إذن هناك مباحثات مهمة تعقد في الصين بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينغ في إطار تعزيز التعاون الثنائي، وذلك قطعا بما يصب في مصلحة الدولتين، وكذلك في إطار التعاون الصيني العربي في إطار هذا المنتدى. أرحب بضيفتي من القاهرة دكتور وئام عثمان أستاذ العلوم السياسية. دكتور وئام مساء الخير، أهلا بك. كيف تري يعني هذا التطور في العلاقات المصرية الصينية؟ مما لا شك فيه أن التشابه الثقافي والحضاري والتاريخي فيما بين الدولتين وضع أساس استراتيجية منذ إعلان التعاون المشترك منذ عام 1956 وحتى الآن، ولكن مع الاحتفال اليوم بالشراكة الاستراتيجية ومرور 10 أعوام منذ 2014 نجد أن تطور العلاقات المصرية الصينية أدت بنا إلى تقوية القوى الفاعلة على المستوى العالمي بالنسبة للصين، ودعم الدور الريادي بالنسبة للدولة المصرية على المستوى الإقليمي، الأمر الذي كان له انعكاساته على التعاون الصيني العربي والتعاون الصيني الإفريقي، وذلك لأن الصين ترى مصر هي البوابة الرئيسية للعبور نحو العبور إلى الدول العربية والدول الإفريقية. هذا أمر. أما عن الأمر الآخر فأن يعني مباحثات الثنائية اليوم وما تمخض عنها من إعلان الشراكة أو إعلان عام الشراكة البينية فيما بين الصين ومصر، هذا الأمر أدى بنا إلى مجموعة من الركائز لدعم العلاقات الثنائية، حيث تقوم أو يقوم هذا العام على دعم التنسيق الكامل في المحافل الدولية والتنسيق الكامل في التكتلات الاقتصادية، وخاصة في تكتل البريكس في أعقاب انضمام الدولة المصرية منذ يناير الماضي، وأيضا دعم عضوية مصر في البنك التنمية. هذا على جانب. أما على الجانب الاقتصادي فنجد أن العلاقات المصرية الصينية قد في على المستوى العلاقات التجارية فقد يعني تزايدت العلاقات التجارية وصولا إلى 15 مليار دولار. أيضا الاستثمارات الصينية التي سوف تتزايد في هذا العام من خلال إنشاء منطقة جديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك باستثمارات 2 مليار دولار بمعدل 150 شركة حتى تصل إلى 40% من الاستثمارات الموجودة في المنطقة الاقتصادية للقناة. أيضا هناك التعاون حول مبادرة الحزام الطريق، وهذه المبادرة هي مبادرة صينية بدأت منذ 2013 من أجل دعم الشراكات والبنية التحتية ودعم التعاون الاقتصادي بين أكثر من 60 دولة. تعتبر مصر هي
قلب الستين دولة وتعتمدها الصين وتعتمد عليها الكثير في الصين، وذلك لما سوف تيسره له الدولة المصرية من خلال الممر الملاحي لقناة السويس، الأمر الذي سوف ينعكس على تزايد الملاحة البحرية في قناة السويس ودعم اللوجستيات في المنطقة وعمليات النقل، هذا بالإضافة إلى دعم التصنيع في الدولة المصرية وأيضا توطين التكنولوجيا من خلال التبادل المعرفة وتبادل الخبراء. أيضا هناك مبادرة لتدريب نحو 10,000 عامل و10,000 يعني داخل فيهم الخبراء المصريين وعلى المستوى الدول العربية. كل ذلك وأكثر يدعم من العلاقات المصرية الصينية. أشكرك شكرا جزيلا دكتور وئام عثمان أستاذ العلوم السياسية من القاهرة، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا في نهاية هذه الحلقة نشكركم على طيب المتابعة، وعلى رأس الساعة المزيد من التغطيات الإخبارية على شاشة القاهرة، ابقوا معنا.